الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. الأطفال ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي جابوا أعلى نقطة. غادي نشوفوا الأستاذة غتقول لنا شحال بالضبط. كاينين التلاميذ اللي جابوا 9 الفوق وكاينين التلاميذ اللي جايبين 7 و 8، الأغلبية جايبين 7 و 8، ما شاء الله عليهم. كيستحقوا هذا الاحتفال وكيستحقوا هاد الشواهد، وهذا الاحتفال اللي درناه في الدورة الأولى غير تشجيعا إن شاء الله للدورة الثانية. التلميذة إيمان مرقبل، تفضلي إيمان مرقبل. التلميذة إيمان مرقبل تبارك الله ما شاء الله، هذه التلميذة مجيدة مواظبة قليلة الغياب تبارك الله، صلى الله عليه وسلم. تبارك الله ما شاء الله عليها. السلام عليكم. اولا شكرا للجاوية بريس للتواجد ديالها معنا دائما، الله يجازيهم بخير. اليوم عندنا الاحتفال ديال الاطفال ديالنا اللي كيديروا الدعم في جمعية رتاج الخير، اللي جابوا نتائج جد جيدة في هذه الدورة الأولى. يعني فيهم اللي جابوا 9.50، 9.20، 8، 7 فاصلة شي حاجة. المهم هادو كلهم الأطفال اللي جابوا نقاط مزيانة، اللي دخلوا الجمعية بواحد المعدلات بواحد المستوى ضعيف، والحمد لله تحسن الوضع ديالهم الدراسي. هذا هو علاش درنا لهم هذا التحفيز، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يبقاو. اللي جاب 9 يحافظ على ديك النقطه، واللي جاب قل يحاول يكون بحال اللي جاب 9، والاخرين حتى اللي مازال ما لحقوش لهذا المستوى عرضنا عليهم باش يكونوا مع الاصدقاء ديالهم، باش يديروا يكون داك التنافس في الدراسه. اذا هادو كلهم الاطفال اللي كيديروا الدعم المدرسي في جمعيه رتاج الخير، هادو ديال الابتدائي من القسم الثاني للقسم السادس، كتشوفوهم معنا، ومعا هنا الاستاذه خديجه اللي هي اللي مسؤوله على الدعم ديالهم، وتبارك الله عليها مع الاستاذات اللي معها راهم في واحد المستوى عالي جدا، ومن الانضباط ومن الحرص على الدراري باش يتحسن المستوى ديالهم الدراسي. السلام عليكم. اشكر رئيس جمعيه رتاج الخير على تاسيسها هذه الجمعيه الكريمه والتي ساعدتنا كثيرا في دروس التعليم. Présidente Madame Fatima Bouhan et leur associant à leur associé à leur secteur. Nous suivons notre soutien en bonne conscience. معكم المؤطرة تزربت خديجة من جمعية رتاج الخير. أنا مؤطرة بهذه الجمعية خاصة في الدعم المدرسي. اليوم كنحتفل مع التلاميذ ديالي لأنهم حصلوا على نتائج إيجابية ومهمة، وهذا الاحتفال في هذه الدورة الأولى إلا تشجيع لهم إن شاء الله في الدورة الثانية. وحنا كنضربوا لكم جمعية رتاج الخير كنضرب لكم موعد إن شاء الله في آخر السنة منين يحصلوا التلاميذ عاوتاني إن شاء الله بإذن الله يحصلوا على نتائج. كذلك غادي نقوموا بواحد الحفل من حسن هذا ان شاء الله. انا كندير الدعم المدرسي في جميع المواد، فيهم التلاميذ اللي عندنا من الدوله، ولا التلاميذ ديال البريفي، والاغلبيه عندنا الناس ديال الدوله. جميع المواد كما قلت لكم الحمد لله كاينين عندنا ثلاث التلاميذ يلاه تحقوا بنا ان شاء الله في هذه السنه، وكاينين التلاميذ اللي تقريبا دوزوا عندنا 3 سنين ولا 4 سنين تقريبا من القسم ديال الثالث.
فعلا عطات واحد النتائج حسنه بالنسبه للتلاميذ اللي كانوا عندنا هذه مده طويله، ولا التلاميذ اللي التحقوا بنا ان شاء الله يعني كانت نتائج. هذا هو اللي خلاني طلبت من جمعيه ريتاج الخير باش نحتفلوا، لانني بالنسبه للتلاميذ الجداد فاجئوني بهذه النتائج الجيده. هذا هو اللي خلاني نحتفلوا ونعطيهم كتشجيع، وهاد الجوائز الا هي جوائز غير رمزيه باش التلميذ نعطيه واحد الدفعه باش وتشجيع كذلك يحس بنفسه انه راه دار واحد النتيجه اللي مزيانه. وان شاء الله نتمنوا ان نتلاقاو بكم ان شاء الله في من بعد الامتحان ديال السادس نتلاقاو بكم، وتما كنتمنوا يكونوا نتائج احسن واحسن.